وصف العديد من المراقبين بأن شهر أكتوبر هو شهر الحسم للأزمة الليبية، حيث منحت مباحثات الشأن الليبي في كل من برلين وتونس ومالطا ومصر جرعة معنوية لتسريع وتيرة التشاور الليبية في جنيف. واستكمالا للمسيرة التفاوضية، انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف مباحثات حاسمة بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة. أرجو من اللجنة مناقشة تدابير بناء الثقة بما في ذلك إعادة فتح المعابر الجوية والبرية ودعم عملية تبادل المحتجزين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والطبية إلى كافة المدن لا سيما سرت والمنطقة الوسطى. مباحثات جنيف التي تنعقد مباشرة لأول مرة بين طرفي النزاع الليبي تزعى لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد والتفاهم حول منطقتي سرت والجفرة وإبقائها منطقة منزوعة السلاح، إضافة إلى ملف المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وهو أحد أبرز مهددات المسار السياسي. أرجو من أعضاء الوفدين استثمار هذه الفرصة الثمينة والعمل بجد خلال الأيام القادمة للتوصل إلى حلول لكافة المسائل العالقة للوصول إلى وقف تام ومستدام لإطلاق النار في أمون ليبيا للإسهام بإنهاء مؤاناة الليبيين. وكشفت الأمم المتحدة عن خطة المسارات الثلاث لحل الأزمة الليبية التي أقرها مجلس الأمن منتصف العام الماضي، وهي المسار الاقتصادي الذي انطلق في مؤتمر برلين والمسار العسكري في جنيف وفقا للقرار الأممي 25/10 الخاص بنزع السلاح، ويأتي المسار السياسي في المرتبة الثالثة والأخيرة بعد استكمال الترتيبات الأمنية. المسار التفاوضي في جنيف للأزمة الليبية بشأن الترتيبات الأمنية ينص على قرار مجلس الأمن 25/10. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.